بين البشر تحت الشجر بالبيوت. عمرك شفت حرة وفي بطونك حوت، حوت بيملى كل شي دافي الثمر الحب ورق الكون. قلب الدفا جوا الصفا بين الحق بحر بين البشر تحت الشجر بالبيوت. عمرك شفت حرة وفي بطولك حوت، حوت بيبلع كل شي دافي الزهر الحب ورق الحوت. تاج العز هز الأرض يا على الجبال، قدروا ايديك يفتح باب، شعل لقلك شعل غدرك قوي النار، خلي وردك يطول شوك ويلف الدار، ونارك يلي شعلتها هي قبرك على غدرك هيا جمرك ولا جاي نهار. بكرة بتبان الأسرار غوص بحقدك جاي نهار. قلب ليلك قلل شبينك بالعار. اهلا بسيد الكل. اهلا اهلا بالرئيس جميل. اهلا عبد القادر. وينه يا عبدو؟ من هذا عبد القادر؟ عبد القادر ما عاد تعرفه هلا؟ لا عبد القادر، عبد القادر ناطور الفلايك بالليل، ما عاد تعرفه لا انت ولا هذا الادمي اللي جنبك. ايه عرفته. ليه عم تسالني عنه؟ لانه عبد القادر اختفى، والدليل هي. ليش أنا بالتحديد؟ أنا عم سألني ليه؟ في واحد ابن حرام حاول يحرق الفلايك بالليل، ولحسن الحظ ما زبطت معه. لا تكون يا ريس عم تتهمني إني أنا قتلته وخطفته. لا يا ريس، أنت بتعرف أنا ما بعمل هيك شيء. لأنه بعرفك منيح عم أحكي معك. ولك عبدو، ادعي لربك إنه ما يكن لك يد باللي صار، لأنه والله العظيم ساعتها ما رح تسلم لي إيدي. فهمت؟ ويا رئيس عود شرب شاي. شو وضعي؟ معقول الرئيس جميل عرف بشي اللي صار مبارح؟ ما بيعرف، بس أنا مبسوط كتير لأنه بدي أحرق قلبه على زلمته. صحيح ما زبطت معنا، بس هالمرة لعبناها حلو. يعني الرجل لسا عايش؟ عايش بيك. أبو طنوس حابسه ببيت صليبي. دير بالك يا عبدو، الريس جميل منه سهل. محسوبك يا بيك وبعجبك تمام. بكرة مروق لعندي عاوزك بشغلي. على راسي يا كبير، بكرة من الفجر بكون عندك. لا تجيني بعد العصر. مثل ما بتريد يا بيك. بعد العصر. بعد العصر.
الأخطبوط؟ شو بده الأخطبوط من جوزي؟ يا بنتي الريس جميل شاكك فيه، والزلمة يمكن يكون بريء وماله يديه بكل هالقصة. قلبي حارقني على عبد القادر يا شيخ، إنه كان حاسسني قلبي بده يصير شيء وصار. بتعرف إذا بينزع عبد القادر والله لأقتل حالي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شو أنا حكي لك يا بنتي؟ هي ما حبيتها منك بنوبة. قولي الله يرجعه بالسلامة. والخبر اليوم بمصاري ولك بنتي، بكرة ببلاش. المهم نطول بالنا وما نستعجل على الأمور. لا تبكي، والله قلبنا معك وكلنا عم ندعي رجعة عبد القادر بالسلامة، بس انت اهدي شوي الله يرضى عليك، ومشانك مشان اللي ببطنك. اخي نعيم، نعم. اتفقنا انك ما تطول الغيبة. ها ان شاء الله ان شاء الله. وانت مرت اخي امور، شو بدي وصيكي بكريستين؟ شو بدك توصيني بقلبي وعيوني كريستين؟ وانت بابا ديري بالك على جوزي. الله معك ابي، دير بالك على حالك. خلاص بنتي خلاص، ان شاء الله تروح وترجع لنا بالسلامه يا سلفي. الله يسلمك الله يسلمك. حتوصل جاهز برا عمي. يلا 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 يلا. الله معك، مع السلامه. خلاص خلاص مع السلامه يا سلفي. ليالي ايش عم بتسوي هون؟ تعي لأشوف. شو لك؟ شو خلو لك؟ بدك تهربي مع حلواتي اسعد مهي؟ لك والله انك هالسرعة ضعبك تكسير فبتين. رح اهرب يعني رح اهرب، بكرة بتشوفي. اذا قدرتي تطلعي من هالأوضة اهربي ولا تقصري. فارتيكي انت وهالواطي اسعد.
والله ما عرفنا شي عنه يا ريس جميل. ماشي، ديروا بالكم منيح. هذول الدرك شو عم يعملوا هون؟ الله اعلم يا ريس جميل، جايته اليوم اوامر بتفتيش الفلايك. خلي يفتشوا على كيفهم، المهم انتم ديروا بالكم لا تعلقوا معهم، وخلي عيونكم على رجال الاخطبوطه. حاضر ريس، حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. لا، اليوم الريس جميل لانه على بعضه ولانه على حشيشه ابدا ابدا. يعني شلون بدك الريس جميل يكون على بعضه ومبسوط وواحد من رجاله مختفي؟ مسكين العبد القادر، ان شاء الله ما يكون صاير له شيء. لك لساته عريس جديد، لك لسه ما شاف شيء. أهلا وسهلا بالست مجيدة، والله زيارتك غالية علينا كتير. الله يسلمك يا ست بدرية. يا ميت أهلا وسهلا بمجيدة خانو. أهلين فيكي مجيدة خانو. بدي أسألك، مالك بالعادة تجي هيك بكير؟ شو القصة؟ أي والله يا ست شمسي، شايفة منام وعجبني وقلت ما حدا بفسر لي يا غيري. خير؟ شو شفتي؟ خير بالصلاة على النبي. قال شفت حالي واقفة على ظهر جبل وابني بده يطلع لعندي بس ما عم يقدر يوصل لي، هيك لحتى انفتحت جوله وبلعته بلع. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منامك مو حلو بنوم. خير إن شاء الله. شوفي مجيدة خانو، بدك تسمعي مني اللي عم قلك عليه مزبوط وتنفذيه بالحرف الواحد. هذا يا ستي في وحدة يمكن لحق ابنك وعاملت له كتيبة كبيرة كتير وبدها تخطفه منك. قولي دخيلك يا ست شمسة، شو أعمل؟ والله إذا صار له شي هالولد بروح فيها. نادية، أنا كم مرة قلت لك لا تلمسي تيابه لكامل؟ كم مرة؟ خلص يا مو خلص، مثل ما بدك. هون طلعي لبرا، طلعي. تيسير عاوزك كلمة. لحظة عمي لحظة. يسلمون عمي، لحظة لإنك. الله يرزقك، شرف. الله يسلم الديات. شكرا حبيبي، شكرا. يا عمي شو بدك أبو محمود؟ أبو تيسير بدي أسألك، أنت اتجوزت ولا لسه؟ أبو محمود شو عم تتمقلس علي أنت؟ لك مو على الأساس وعدني بعروس؟ إلى هلأ ما رديت لي خبر. مزبوط وعدتك بعروس، بس اللي صار إنه جوز بنته للعروس ما عم يرضى يجوز عمته. آه إيوة، معناتها بده يكون في شي هبرة ماكني من وراها. معلوم في وراها هبرة ماكني، أقل له بيت سياح نياح مسكرته وقاعدة مثل قفة الهم عن صهرة. أبو محمود قوم تسبب، قوم إجاك زباين ليك، روح. أخي شبك يا أخي شبك، عم نجمع راسين بالحلال. لك يجمعوك مع الشياطين، قوم خلصني. شبك عمي ليش هيك ضايش؟ شبك شو في؟ ما في شيء، ما في شيء عمي. أبتيسير ريك، أنا اليوم ضايش من البيت. أمرك مثل ما بدك. بدك مي؟ ما بدي مي. طيب سلام عليكم. تيسير قبل ما تروح، إنه أنت عن جد حابب تتجوز؟
والله إذا لقيت واحدة تقبل فيني ما بقول لا، بس هذا صاحبك أبو محمود مبين عم يتمسخر عليه، عم يتسلى فيه، ما بعرف شو، كذاب خاطرك. شو رأي جنبك بندان؟ هذه قطعة نحاسية جميلة جدا. الله يسامحك، شو نحاس؟ هذا ذهب 100%. ذهب؟ طبعا ذهب، وعندي منه كتير. غير معقول. لا 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 لا، معقول معقول جنابك. وما هو مصدر هاي مراد بك؟ في قرية قريبة من عنا من هون، بعد كم يوم بيكونوا كل القطع عندي بالبيت، بدعيك بتشوفهم منتفي على السار. أنا أريد أن أعرف المصدر للتوثيق فقط مراد بك. لا لا جنابك الله، هذا بيضل سر. اتفضل اتفضل شراب المسكي. صحة. مرحبا عمي. أهلين عمو. أهلين، يا الله يرضى عليك يا بنتي. عمو روح يقول لمرت عمك تجي تشرب شاي معنا. حاضر عمي. شلون شايف كريستين ولا؟ والله ما في منها يا بي، كتير حنونة وقلبها طيب وبتحبكم، وأحلى شغلة إنه حابة العيشة بيناتنا. لا كان ابني، لا كان، الدم بيحن على بعضه، ما بيحن على العود غير قشره، وبنت عمك إلا ما تحن عليك. بس بدي منك شغلة واحدة. أمور يا بي. بدي تترك شغلك بالطبالي والنمليات وتنزل معنا على الصيد. الشغل بالصيد بيفيدك أكتر لك ابني. أمرك يا بي. ها هلأ فرحتني. تفضل. بدك شي بنتي؟ لا حشي، وين رايحة؟ رايحة أطبخ له لمي لحمك الشيخ وبرجع. اخدي راحتك، الله معك. لا تطبخي شي رح أجيب لك معي. ايه يلا بخاطرك تقبريني. مع السلامة. يا بنتي يا كريستين. نعم مرت عمي. تعي امي، تعي تعي ساعديني. يلا امي يلا، مدي ايدك وساعديني. مرت عمي شو هدول؟ هدول مصاري. مصاري؟ مصاري شو؟ مصارين خروف. ليش حبيبتي انتو عندكم باليونان ما بتاكلوا هيك شيء؟ نحن بدنا ناكل هذا المصران. ايه حبيبتي، هاي الأكلة بتنطلب مني طلب، عمك جرجس بيحبها كتير، وأبوكي كمان الله يذكره بالخير كتير بيحبها. أبي بيحبها؟ لك إيه. لك شو بكي مستغربة؟ يلا تقبريني يلا، ناوليني طاسة الملح، خلينا نخلص عبكير. تفضل يا أختي، هذا ياسون جاهز. بيسألك يا أخي. تفضلي. دكانة الأخطبوط وين؟ خير يا أختي، في شي؟ لا لا أبدا ما في شي، بس أنا موعدة أختي بالسوق، قالت لي بلاقيكي جنب دكانة الأخطبوط. هو عنده مكتب مو دكانة، هذا هو مكتبه. طيب يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. تفضلي. شكرا. شرفتي يا أختي. تركت سلطان عنده. تعرف انك انت عملت لي مشكلة. هلا انا بدي ضل حابسه وحطت له حارس. بالعكس بالعكس يا ريس، عبد القادر صار ورقة بين ايديك. لا سمح الله، شو ما صار معنا بتساوي مع لي الريس جميل. يعني بدي ضل حابسه؟ اذا بتحب نخلص منه وانا ما عندي مانع. هلا بنربطه ونكبه بالبحر
والسمك اساسا بده لقمه طيبه. بعدين واحد حيوان انسان طويل كثير، لك هو مربوط عم يهدد ويتبع. لك شو نتخلص منه؟ اتركه الا ما يجي وقته. يعني خلص قررت تبلغ عنه للاخطبوط؟ ما في غير الحل يا شيخ، ما في غير الحل. مع انه بعرف انه الاخطبوط محمي من الاشهب والاشهب محمي من الاكبر منه. بس في الله اكبر من الجميع. ونعم بالله يا شيخ، ونعم بالله. تعرف يا رئيس، من امبارح وانا عم افكر بهالموضوع اني لاقي له حل ابدا. بس لو عبد القادر تارك شيء اثر وراه كنا عرفنا وين صفت اراضيه. والله الصياده زعلانين كثير على عبد القادر، وبيني وبينك يا شيخ خايفين كثير ما يصير له مثل ما صار له. وهذا يلي بده اياه الاخطبوط، يخوف الناس ويرهبهم لحتى ما حدا يشتغل معك بنوب. بس ما لازم تخليه ينفذ اللي براسه بنوب، لانه هذا واحد ما يدور الشيطان. اهلين وسهلين يا ابني اسعد. اهلين، تفضل عود. اهلين خالتي. جاي تشوف ليالي ما هيك؟ اي والله، قلت اجي اشوف اذا لازم شيء، اذا بدكم شيء. بتعرفي انا بالخدمه يعني. لازم شيء يا اندبوري يا نصاب يا حرامي؟ اسمعوا له، إذا ما بتبعد عن طريق البنت والله ببعث لك مين يكسر لك رجلك ويحملك إياها، فهمت؟ عفوا يا خانم، ليش عم تحكي معي هيك؟ اسكت ولا؟ إن شاء الله مفكر إني رح خليك تتجوزها. قوم انقلع، قوم. شعر شو؟ خير جناب الرقيب، ما خربت الدنيا؟ شرف معنا سيد عبدو. ايش بدنا نشرف معكو؟ عالكركون عبدو افندي، في بلاغ ضدك انك خاطف صياد بيشتغل عند الريس جميل. مين مقدم معروض ضدي؟ الريس جميل ما هيك؟ مين ما بعرف، يلي بعرفه بدك تشرف معي. ايش وعلي؟ مين شرف معكو؟ بس انتو متأكدين؟ طبعا متأكدين. يلا عن اذنك بس لغيرتي يا ديها. يلا بسرعة بس. أبو طنوس. مو الرئيس. تعرف شو بدك تساوي؟ ها؟ معلوم. طيب روح انت يا ابني. أمرك يا بيك، بخاطرك. الو يا ابني، اعطيني يزبشي كمال. جميل الصافي رئيس سوق السمك عم بيتهمك بخطف شغيله عبد القادر. شو ردك على الاتهام؟ والله يا حضرة الرقيب، الرئيس جميل حر بيتهم مين ما بده، بس انا ما لي علاقة بالقصة كلها ولا بعرف شو عمو. شوف يا عبدو، يا بتعترف بالتي هي احسن، يا رح خليك تعترف على طريقتي. حضرت الرقيب، انت عم تنفخ بقربي مقطوعة، انا ما بعرف. الو نعم، احترامي سيادة الوزباشي، انا الرقيب زهير رئيس المخفر. نعم سيدي نعم، هو موجود عندي هون. ابدا سيدي ابدا، نحن بنعرف انه بريء وما له علاقه باي شيء، بس حبينا ناخذ اقواله مشان نسكر المحضر. حاضر سيدي. امرك امرك سيدي امرك. اهلا يا سيد عبدو. اهلين حضره الرقيب. شو بتحب تشرب؟ عندنا شاي، عندنا زهورات، عندنا عرق سوس. عرق سوس اذا ما في سيلي. حاضر يا ابني. يا حي الله، اهلين وسهلين. اهلين برشاد، شرفتوا، نورت النادي. اهلين اهلين، تفضلوا
تفضل وليد اسعد قوم على الطول تفضل تفضل يا كان ليش عم ليدي قوام جيبوا لنا ضيافتي اهلين بالرجال لك انيس مين هدول هدول تجار من حلب تجار حبوب وقماش ومعهم صياغ هدول بين فتره وفتره بيجوا لهون مشان المتاجر ايوه بدك تصلي على النبي الدنيا عشرة ويسر لا اله الا السلام عليك ايه الريس السلام عليكم السلام عرفتوا شو عمل فيني الريس جميل يا شباب خير ان شاء الله شو عمل اشتكاني للمغفر قال شو انا اللي خلطته لعبد القادر يا ربكم هي شغله بتتصدق ايه اصلا بالمغفر ضحكوا عليه وما صدق يا سيدي الحمد لله على السلامه وليه عم تحكي معي هيك ابو كامل لا تكون مصدق للريس جميل أنا ما بعمل هيك شغلي وبعمري ما مديت إيدي على حدا أصلاً شوف شو في بينه وبين شغيله وشو عامل له وعم يدور على واحد يلبس التهمة ما لقاني غير أنا إيه لا لحد هون وبس أنت دخنت كتير ها أنت بتعرفه للريس جميل إن ما بيعمل هالعمايل هاي وبتعرف منيح شلون شاير شغيلته على كفوف الراحات أنا اللي بعرفه مزبوط وبعرف عمايله من زمان بس انتو لعب الشوم عليكم قدر يدخل فيكم واحد واحد ويخدعكم ويضحك على شواربكم ويبلع السوق كله وإلا إلا ما يجيوا وينكشف على حقيقته وتقولوا الأخطاء مرتقل الله معك مع السلامة مسكين هالعبد الأخطبوط الظاهر كتير يا أبو كامل ملتوع من الري الجميل حتى عم يحكي عليه هيك حكي لك أوعك أوعك تصدقه هذا واحد كذاب وملعب وبألف وش ووش وألف لسان ولسان لك هذا حرباي أرجيني بختي نحن من سنين طويلة كاشفينه وعارفينه صدق بقى صدقنا كامل نعم يا بي سكرت دكانة كفاءة المولى بأمرك يا بي اي والله الف الحمد لله على السلامه يا ريس نورت المكتب والسوق والشباب اي والله ما صدقت عيني لما شفتك طالع من الكراكون قلت لحالي معقوله يطلع بهالسرعه هذا الاشهب لك الطنوس هذا اللي ما بتنكسر له كلمه بنوب ماشي يا جميل صافي تشتكيني للكراكون اللي ما بكون عبد الاخطبوط اذا ما بشرشحه وفرج الخلايا عليك تحمل تحمل إذا بتتحمل يلا يلا أهلين أبو كامل أهلين حبيبي كيفك أمي؟ كامل يرضى عليك حطهم بالمطبخ حاضر يا أبي مجيدة لحقيني لجوا حاضر عادي لشوف فأميني شو قصة الحبل اللي معلقتي على الباب الشمس خانه مشارت علي بهالحبل لما حكيت لها على المنام اللي شفته مبارح وقالت لي انه ابنك كامل لازم يمرق من تحته والحمد لله انه مرق لك مجيدة كبري عقلاتك شو صاير لك فهميني شي منامات وشي جن وشي عفاريت لك شو صاير شو القصة خايفان كتير يا ابو كامل على ابني كتير خايفان من شو خايفة انت بتعرف من شو ومع هالشي رح احكي لك مشان تعرف انه انا معي حق عبدو شو قصة جميل الصافي اشتكى علي للكراكون مثل ما بتعرف يا بيك واي انا طلعتك من القصة كلها وإلا كنت نبتلك كم ليلة بالكراكون ودقت طعمة خيزرانات يكتر خيرك يا بيك اذا بتضلك ماشي معي صح شو ما بدك بصير مثل ما سبق وعدتك انا زلمتك المخلص يا بيك وبتقدر تطلب مني اللي بتريده بس أنا إلي طلب واحد عندك طلب واحد بس يا بيك شو هو؟ بدي الريس جميل يتشرشح بالسوق وتقل قيمته كيف ما بعرف
لا هي الكعبة. خاطرك يا بيك بتريد شي؟ سلامتك. يسلم والدين يا أمي. يسلموا لديكي على الأكل الطيب يا مريم. إن شاء الله ألف صحة وهنا. كل أمكم. يسلموا. لك يسلموا يسلموا يسلموا. كلي لك أمي كلي يلا شبكي. بدي إياكي هيك تأكلي وتسمني تسمني هيك تصيري كربوجة مو هيك تضلي عصاية طقي. لك شبكي كريستين كلي لك أكل أمي بتقدم لملوك. رح أكل. يلا يا كلي. بس شو هاي؟ هاي مقادم. شلون يعني مقادة؟ يعني رجلين خارون. دوقيها دوقي دوقي. لك شبهة؟ والله ما بعرف يا بي. أنا اللي بعرف شبهة. عروستنا حبيبتنا حبلة. لا 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 يا درصان. شبكي بنتي؟ سمي بالرحمن وكلي يا حبيبتي ايتي نفسك. ماني قدراني. شو مالك قدراني؟ الولد اللي بطنك من حقه انه ياكل ويتغذى. خدي امسكي يلا كلي حبيبتي كلي خدي. لا دخيلك ماني قدراني ابدا مالي نفس. شوفي اذا ما اكلتي بحلف يمين معظم ما دوس بيتك طول ما انا عايشه. لا خلاص يوم ايه ها تقوريني هيك كلي. طولي بالك لك بنتي وخلي حملك على الرحمن هو العالم بالغيب وحلال الامور. طولي بالك يلا كلي صحتين وهنا ان شاء الله. شو صار معكم؟ هو ابو طنوس ريزي ابو طنوس بعدها راح البيت والاخطبوط راح على بيت الاشهب رجع من بيت الاشهب على بيته وارده ورجاله شو اخبارهم؟ عادي ريزي كله بشغله وفي منه طلع مراكب صيد ما في غير ما في غير مين؟ سلطان ريزي مختفي مو مبين له اثر بنوب بدي تنكشوا الأرض نكش بتدوروا على أخبار الأخطبوط ورجاله بتتو اللحظة أمرك ريسي أمرك بس ما حنا لنروح مشان حساب الصيادة يلا الله معكم السلام عليكم السلام ورحمة الله بسيطة يا عبدو والله لأنكش قرارك نكش إذا بتختفي أنت ورجالك لسابع أرض وأنا الريس جميل هيك لك وعبد القادر ما بين لهلا والله ما بين يا ناصر والريس جميل اشتكى على اخطبوط المقفر بس ما طلع منها شيء وشو دخل اخطبوط بغيبة عبد القادر جرجوس شاف شعلة مرمية على الشط واكيد في عند حدا نوايا انه يحرق له شيء مركب معقول الريس جميل يسكت على اللي صار ما بيسكت بس اكيد عم فكر يعرف شو صار بعبد القادر واذا كان للاخطبوط يدية بالموضوع او لا Thank you.
حسن شو عم تعملي عندك؟ وليه صحية لهلا؟ والله يا بيك ما بعرف شو بدي اقول لك. كنت نايمة بأوضتي وفجأة سمعت صوت صريخ جاي من تحت. ام حسن، اي تاني مرة عم قلي خليكي بحالك. هذا كان شرطنا اول ما جيتي على البيت. فهمت يا بيك واتفقنا يا بيك، بس يعني عم اقول لك فكرت جنابك ما بتعرف. برجع بقول لك هذا مو شغلك. انا شو اخبار ابنك؟ والله يا بيك كل يومين ثلاثه بروح على البور وبسال على الباخره اللي سافر عليها ابني، بيقولوا لي ما رجعت. طيب ماشي، روحي نامي انت. بدك شيء قبل ما اروح؟ لا سلامتك. تصبح على خير يا بيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. السلام عليكم رئيس جميل. وعليكم السلام. علي محمود شرف سيدي شرف. لا إله إلا الله. حي على الفلاح. جالك شوية تجار من حلب بياخذوا الحال، بس شو تجار ذهب بالأرطال لك نوري معهم بالأرطال، وحطوا الذهبات كلهم عند أبو رشيد بالأمانات كلها. إيه وين بده يحطون يعني بالأمانات؟ ما هذا ذهب. لك إيه بس ذهب كتير مليان. أسعد لتكون عم تفكر. إيه عم فكر، وهالمرة بدك تشتغل معي غصبا عنك. نقلت إيه ونقلت لا، فهمت؟ لا يا أبو خالتي، أنت بتعرفني أنا ما بسرق وما بحب يلي بسرق. لا جحش، بدك تضل عم تشتغل بالعتالة كل عمرك ولا بدك تروح عالضيعة ما تعرف شو بدك تساوي؟ ولك حيوان، نحن إذا صار معنا ربع الذهب بس منصير فوق الريح، نركب أول باخرة بروح على بلاد بعيدة منعيش فيها ملوك هنيك. فكر ولا المسا بدك تردلي خبر، فهمت ولا لا؟ إذا قبلت كان بها، ما قبلت تنقلع من هون ما تفرجيني وشك بالمرة. فت أنا هلا رايح. فكر. بسم الله. شرفوا سيدي، هي أماناتكم، افتحوهن واطمنوا على مصاريكم. ولو يا معلم أبو رشيد كلك أمان. شرفت. الله حييكم. الله معكم. أسعد. مرني معلم. الله يرضى عليك، ساوي لي كاسة زهورات تكون خفيفة شوي. على رأسي. بسم الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلين يا أبو. والله شغلت بالنا معلمي. معلمي ليك مين إجا؟ يا ميت. أهلين وسهلين. يا حي الله. أهلين يا رشيد. يا حي الله بالحجي. أهلين. والله ما عم صدق عيوني. أهلين بالحجي. لك روح ساوي له أحلى كاسة سورات. على رأسي يا حجي تكبر. طبني كيف صارت صحتك إن شاء الله أحسن؟ ألف حمد وشكر. الحمد لله رب العالمين، من علي وعافاني. وهي مثل ما لك شايف مثل الحصان ما شاء الله حولك. والله فرحتي مو عاطيه لحدا. خلي لي عينك يا ابو رشيد. خير ان شاء الله. شايف الخان معجوب، ايش القصه؟ الحمد لله هدول التجار شو شغلوا.
اجوا مبارح وبكره رايح. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو قاسم. هذا ابو قاسم. الله يخلي لي اياك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. عن طريق ابو حمود. يعطيك العافيه ابو حمود. اهلا نوري. صناديق كبيره كلها تبعك. فينا سيجاره. لك يا انا ولا بتعرف تلفها؟ لا لف لنا وحده. يا على عيني. ابو حمود بدي اسالك. البواخر هاي اللي عم تصف بالبور في الواحد يسافر عليها؟ لك كل رفقاتنا سافروا عليها. يا زار حابب يسافر لبلاد برا؟ والله ما بعرف يعني بلاد برا غير عنا. بيقولوا بلاد برا حلوه كتير. بيقولوا كمان المصاري على قفا مين يشيل، واللي بيروح لهني بقش المصاري قش بسيك. وانت ليش لساتك عايش هون؟ ليش ما بتسافر لبرا؟ دخيلك انا برقبتي عيلي اولاد، لمين بدي اتركهم يروح؟ طيب بدي اسالك، هلا السفر على شي باخره صعب؟ لا صعب ولا شي، اصلا هن بيقتلوا حالهم لحد يشتغل معهم. مهم اخي اذا بدك تسافر اما بتطلع شي ظهر باخره او بتطلع تهريب، كله بصير. وقت اللي بدك تسافر خبرني انا بدبرك، ولا بدي منك لا احمر ولا اصفر. اعطيني شعلي هذا اللي. خير يا جناب الضابط. فتشوه. لا يوجد شيء سيدي. فتشوا المكتب ودكاكين السوق. هيا. بالدرج سيدي. كذاب سيدي كذاب. رئيس هذا شو تطلعوا من جيبته. خلاص طلع. خذوه. لك الله لا يوفقهم. الله يخفيهم عن وش الارض. خير امي شوفي. ابوكي اخذوه الفرنساوية. أبي ليش عامل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معقولة يا شيخي؟ معقولة هالظلم يلي عم يصير؟ لك الرئيس جميل لبسوا التهمة هيك عينك كنت عينك. شو هو عم يدوروا على سلاح؟ لك العمى صاروا مفتشين السوق أكثر من مرة وما ملاقيين فيه الوتكة. بقص إيدي من شرشة إذا ما كان الأخطبوط ورا هالقصة. لا محمود لا، هي ما بتصدق بنوب. معقول يكون الاخطبوط ايده طايره كل الان؟ لك الله يخلصنا منه من عوائليته على قهوه زمان. لك يا عمي ما المشكله بالاخطبوط، المشكله بالاشهبه اللي وراه. وانت شيخي شو عملت؟ والله يا ابو كامل يلي يطلع بايدي عملته. رحت على المفتي حكيت له القصه بالحرف، بعدين رفعته عم يتصرف، حكينا له الحكايه والرجال وعدنا خير. واذا المتصرف ما قدر يعمل شيء شو بدنا نعمل؟ سليمان شافه للعسكري عم يطالع الفشق من جيبته حتى يتهموا الرئيس جميل. قلب الدفا شو الصفا بين الحق الما بيموت وبالبحر بين البشر تحت الشجر بالبيوت عمرك شفت جوا الصفا بين الحق اللي بيموت مو بالبحر بين البشر.
البشر تحت الشجر بالبيوت. عمرك شفت حرة وفيك تولد حوت؟ حوت بيبلع كل شي دافي الزهر الحب ورق الموت. تاج العزة هز الأرض يا عالجبال، قدروا ايديك يفلح بان. شعل لقلك شعل غدرك قوي النار، خلي وردك يطول شوك ويلف الدار، ونارك يلي شعلتها هي قبرك، حضر غدرك هيا جمرك ولا بتبان الأسرار، غوص بحقدك جاي.